بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي العلماء والشباب وكل والنساء وكل من حضر في الدراز دفاعا عن آية الله المجاهد الشيخ عيسى قاسم. إن الدفاع عنه هو دفاع عن جميع حقوق شعب البحرين. إذا استبيحت حرمة سماحة الشيخ فقد استبيح حرمة كل الشعب، لأنه إذا كان بهذه الرمزية وبهذه المكانة يعملون له ذلك فلن يحسبوا حسابا بعد ذلك لأي أحد. لذا ينبغي الاستماتة في الدفاع عن الشيخ، إنما هو دفاع عن كل بحراني وبحرانية، عن شرفنا، عن أعراضنا، عن كرامتنا. لا ينبغي أبدا السكوت والتخاذل. هذه الخطوة خطوة إجرامية بحق الشيخ، إنما هي خطوة إجرامية بحق حقوق كل مواطن بحراني، كل مواطن سنيا كان أم شيعيا. نؤيد وبكل قوة تضامن شعبنا في البحرين، هذا التضامن الأصيل الذي يذكرنا حينما تجمعت الجماهير في بني جمرة مع المرحوم الشيخ عبد الأمير الجمري في الاعتصام الكبير يوم الإضراب عن الطعام. بارك الله فيكم، أيدكم الله في هذه الخطوات وسعيا لإقامة حكم الله في الأرض في البحرين العزيزة.